والإسراء أفق جديد الآن، ربط بين مسجد الحرام مسجد أقصى. ولاحظوا يتكلم الله سبحانه وتعالى مع العباد المستضعفين عن مثل هذه الرحلة. مين اللي قام في هذه الرحلة؟ سبحان اللي هو يعني الذي له صفات الكمال. وانتو اليوم بتظنوا انه هصع عليك، هاي هصع عليك البشر بامكانها توقف امام دعوة الله عندما يريد لهذا الدين ان ينتصر لانقاذ البشرية. في حدا ممكن يقف في وجهه؟ شو ما خططوا؟ طب ما هم طول عمرهم بخططوا، انا شايف بقوى الاسلام، طول عمرهم بخططوا، انا شايف بقوى. لانه الاسلام شو نقصد بالاسلام؟ يعني هذا الدين اللي بيدخل القلوب وبيعمرها. اما السيطرة المادية احيانا، السيطرة هنا او هناك، وجود فئات من اهل الكفر تكون غنية او مسيطرة او العبرة ايش؟ العبرة انه الدين في دخوله لقلوب البشر وسيطرته عليها، بتراجع ولا بتقدم؟ بس بتراجع ولا بتقدم؟ والعبرة انتصار الفكرة دائما، العبرة بانتصار الفكرة، هذا الفتح الحقيقي. لذلك الله سبحانه وتعالى في صلح الحديبية لما وقعوا الصلح، وبعض الصحابة يعني ما كانش راضي، لأنه في ظاهر الأمور هذا الصلح إيش؟ على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ إيش؟ إحنا بنقبل هذه الشروط في الصلح. ثم نزلت إيش نزل وقتها؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أو فتح هو كاين فتح، هو هذه الشروط كاين فتح. طيب هو فتح هو، لانه البشر احيانا لما بنظروا للامور اذا ما كانش في عمق في الفهم وما فيش حكمة، في بعض الاحداث ما بفهموهاش وبستعجلوا